بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات خرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمى نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنعمل جوال إن شاء الله رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على اختبار بيتم على الخرسانة اللي هي الهارد كونكريت، اللي هي بعد ما وصلت لمرحلة التصلب. الخرسانة بتوصل لمرحلة إن هي خلاص بقت خرسانة متصلبة، بتتم عليها اختبارات كتير جدا، بداية من اختبار الكومبريسيف حتى أي اختبار تاني، امتصاص وكثافة وكل اختبارات بأنواعها اللي إن شاء الله هنعملها. لكن في أوقات لما بيجي يعمل اختبار للخرسانة، أوقات النتيجة ما بتحققش المطلوب. يعني مثلا هو عمل خرسانة وخدها مكعبات أو خدها اسطوانات، ولما جه يكسر النتائج دي يحمل عليها ما حققتش الغرض المطلوب منها او الحدود المطلوبه، او جابت نتيجه مش مطلوبه، مش كويسه. فعشان كده هو بيقرروا ان هم يعملوا اختبارات ثانيه. اختبارات ثانيه منها اختبار الشميدت هامر او بيسموه مطرقه الشميدت، واختبار اللي هو اختبار الكور تيست، واختبار ثاني، ويعني اتمنى مفيش حد يعني يتعمل في اي مشروع عنده اختبار التحميل. اختبار الشميدت هامر ده بيعتبر اختبار من الاختبارات اللي بتتم على الخرسانه، عشان بتديني مؤشر او بتديني انديكيتور على الخرسانه ومدى اجهادها. يعني ممكن الراجل بتاع المعمل يكون خد العينات بطريقه مش كويسه، لو حصل ان المسؤول عن الشغل سواء كان الاستشاري او كان ممثل المالك فبيوافق على شيمه هامر، فبيضطر الراجل بتاع المعمل بينزل ويعمل شيمه هامر في وجود الناس المسؤوله. لكن قبل ما يعمل جهاز الشميت هامر دوت لازم يعمل له معايره او يعمل له كاليبريشن، وتاكد ان الجهاز دوت سليم. احنا بالمناسبه معانا الجهاز هنشوفه ان شاء الله مع بعض دوت اهوت. ده شكل الجهاز، يعني ممكن برضه تقرب تجيبه. ده هو عباره عن يعني حاجه زي الشاكوش او زي الطلقه كده اهوت، احنا بنقول عليها شاكوش عامه او الهامر بتاعها، متوصل من جوه كده من الداخل بسوسته، يعني بسوسته من خامه معينه، بحيث ان هي بتعمل علاقه ما بين الصدمه والكتله الخرسانيه اللي قدام منه. يعني ممكن نطلع السلاح كده مثلا زي كده. هو ده المشوار اللي احنا بنضربه في الخرسانه بالشكل ده، يعني كده كده مثلا اهي. لو انا عملت كده بالقص اضرب ويروح دايس مثبت القرايه وياخد الرقم اللي طلع عنده على المسطره المدرجه، في مسطره مدرجه ممكن تشوفها برده، وكمان مرسوم على الجهاز نفسه الكيرفات، وبيحدد الضربه سواء كانت الضربه في اتجاه افقي او اتجاه عكسي او اتجاه راسي. وطبعا يعني لو شفنا كده الضربات اللي هو يضربها هتبقى، يعني مثلا لو افترضنا ان دي مثلا الجسم المنشأ اللي الخرسانة اللي هو يعملها، فهو يبقى الشاكوش بتاعه كده، يبقى ديت دي ضربة هنقول عليها اللي هي من تحت لفوق، يعني ايه مش افقية ولا رأسية، وممكن تكون الاتجاه كده، والضرب زي ما احنا ضربنا مع بعض دلوقتي عامل بالشكل ده. دي اتجاه برضه نقول عليه مثلا ايه، اتجاه ايه اللي هو اتجاه الافقي، وممكن يكون اتجاه الضرب، يعني قلنا جسم الخرسانة كده يبقى الضرب بالشكل ده، ونقول عليها مثلا اتجاه مثلا بي، ونقول دي مثلا سي. المنطق بيقول ان الاي ديت الاي هتكون اكبر من البي، يعني الضربه اللي هي اتجاه افقي هتكون بتدي لود او سترنس اعلى من البي، والبي هتدي سترنس اعلى من السي، وهكذا. الراجل الزميل لما يجي ينزل يعمل اختبار او اي فني معمل يعمل اختبار في وجود الناس المسؤوله، لازم يحط في الاعتبارات اولا الشريط هامر هيديه نتيجه سريعه، يعني نتيجه فوريه، دي حاجه. الحاجه الثانيه نسبه الدقه فيها عاليه جدا، لا يعني ده عكس الناس اللي بتشككوا من مدى جوده النتيجه اللي حققها شريط هامر. لازم ياخد باله ان لما يجي يشتغل على جسم الخرسانه، الخرسانه غالبا بيكون فيها اماكن كده فيها هواء بسيط، دي بتبقى مؤثره جدا وبتدي نتائج عكسيه مش صحيحه.
وفي نفس الوقت الضربات لو جت على جزء فيه زلط بتدي نتائج اعلى. كمان الخرسانه لو كانت رطبه او كانت جافه، كل ما الخرسانه كانت جافه بتدي استرنس اعلى، كل ما الخرسانه كانت فيها رطوبه او ميه بتدي نتيجه اعلى. يعني اللي هو ايه بيشتغل الراجل بمعنى اصح ان هو هيعمل صنفره للخرسانه. يعني لو احنا افترضنا ان ده شكل مثلا المنشا ان هو هيضرب فيه، ويجي الراجل مسؤول حدد المكان ده مثلا، قال لك هعمل الاختبار هنا، لازم يعمل للمكان دوت عمليه صنفره ان هو يصنفرها. في هنا برضو بيكون مع الجهاز غالبا صنفره بالشكل ده، هي بتكون بالشكل ده الصنفره اللي هو بيصنفر بيها الجزء اللي هو هيشتغل بيه. ولازم ما يكونش فيه اي كميه ميه، ما يكونش فيه اي رطوبه. بالاضافه في كمان ناس بتستعمل اللي هو التجليخ، سواء كان التجليخ بالصاروخ او باي وسيله تانية زي الصنفره زي ما احنا شفنا كده. لما يجي الراجل المنتهي المعمل يضرب الضربات، يحاول ان كل ما بين الضربه والثانيه يكون مثلا المسافه بينهم حوالي 5 سم، يعني هتبقى مسافه قد كده تقريبا، ما يضربش جنب اختها. وبيحاول ان هو يتفادى الاماكن اللي فيها فقاقيع هواء كده او فويس مع اصح، لانها هتاثر عليها على النتائج بتاعته. بالاضافه هم اتفقوا قال لك ايه، ان المساحه دي تكون كبيره، غالبا تكون 30 في 30 او 20 في 20 على حسب الراجل ما بيقول، بحيث بياخد من 10 مثلا ضربات لغايه 12 ضربه في المنطقه الواحده. هو بقى الراجل بقى في المنشا دوت قال هناخد هنا عينه وهنا عينه وهنا عينه مثلا وهنا عينه وهنا عينه، يبقى هيضرب في كل مكان هيضرب فيه من 10 ضربات ل 12 ضربه. وفي اوقات في ناس بتقول احنا نستبعد اقل نتيجه واعلى نتيجه. في الاخر هيوصل هو النتائج، بس هو لازم يكون عنده ريكورد. ريكورد ايه؟ اولا ان الجهاز بتاعه ده يكون متعاير. يكون متعاير عن طريق جهاز ديمب اللي احنا ممكن نشوف صوت دلوقتي على الفيديو ان هو بيسقطه فيه وبيضرب فيه، بيضرب وبيديله رقم بيكون مطلوب في الكود او في المواصفه او في البامفلت اللي جاي مع الجهاز. يقول لك الجهاز ده يبقى سليم مثلا لو حقق في الجهاز بتاعك ده، لما تيجي تضربه في الانفل دوت يدي لك مثلا 70، يبقى دوت درجة كفاءته عن 70. يبقى كل ما هاجي انا او اي راجل بتاع المعمل ينزل يعمل اختبار لشميت هامر، لازم يتاكد من مدى جودة الجهاز. يعني ايه؟ مش يشيل ويجي على طول وبيعمل عليه مر وبيكتب عليه بيانات ولا او على جسم الجهاز نفسه ان اخر مرة مثلا اختبرته وليكن مثلا في 1/1، هو مثلا بقى راح بعدها بكام يوم، يبقى عارف ان الجهاز ده اخر جهاز اشتغل فيه، عارف انه كويس، برضه يعمل له معايرة، واحنا هنشوف ان شاء الله المعايرة دي هتتم ازاي مع بعض. في عنده على الجهاز زي ما انا قلت كده في الاول ان هو في عنده رسمه اللي هو من خلالها بيعملها، بس هو نفترض هو بيختبر بس الخرسانه جهدها قد ايه؟ يعمل الخرسانه اللي هو بيختبرها دي الجهد بتاعها قد ايه؟ فهو غالبا بيكون هو عنده ريكورد، الراجل هو مسؤول المعمل عامل علاقه ما بين الارتداد بتاع المطرقه ديت واللود اللي هو طالع عنده من الخرسانه نفسها، ويبتدي النقط اللي هو عملها يبتدي يسقطها دوت ويعمل علاقه افقيه وعلاقه راسيه، وفي الاخر بيديله كيرف. بمعنى لو هو مثلا ضرب الجهاز اداته وليكن هنا مثلا 40، بيطلع مع ال 40 ديت ويجي هنا هو يصادف الخط ده ويشوف ال 40 ديت بتحقق كام ميجا باسكال من النتيجه المطلوبه، ويشوف هل هو كده الخرسانه اللي في الموقع حققت الغرض منها ولا ما حققتش. إذا حققت يبقى خلاص ما فيش أدنى مشكلة وكلام من دوت، وخرسانة كويسة ويتحط بيها تقارير ويتسجل ومين اللي عمل الاختبار و وكل البيانات. ما حققتش بينتقل للاختبار اللي بعد كده، الاختبار اللي هو بياخد عينات الكور تيست من قلب الخرسانة أو بيسموها القلب الخرساني. وإن شاء الله الاختبار بتاع القلب الخرساني دوت إحنا هنبقى نعمله إن شاء الله حلقة تانية لوحدها وهنوضحها على قد ما نقدر. بالمناسبة ديت في فورمة على شيت اكسل، فورمه احنا بنقول عليها الفورمه النشطه اللي احنا بندخل فيها الداتا وبترسم لنا كل حاجه. الفورمه ديت انا عرضها هي قدام حضراتكم، بحيث انت لما تيجي تخلص الشغل بتاعك وعايز تشوف النتيجه بتاعتك عامله ايه من الشغل اللي انت قدرت تخلصه. لو ناخد بالنا من شكل الفورمه ديت، حضرتك ممكن تعمل اي فورمه تانية. يعني انت راجل فني لازم بتستعمل الكمبيوتر بتعمل فورمه انت متخيلها بحيث اللي غيرك يفهمها. انا اعتقد ان الفورمه ديت لو كانت مناسبه لاي حد فيكم ممكن يعملها، ولو اي حد محتاج الفورمه ديت انا ابعتها له مفيش اي مشكله. الفورمه دي احنا بنقول عليها فورمه نشطه، بحيث ان انا بدخل عليها الارقام اللي انا وصلت لها، وفي الاخر بجيب بيها المتوسط زي ما حضرتك شايف العلامه عليها دوت. لما انا اجيب الارقام هنا ادخلها وكل حاجه ادوس انتر تديني الرقم.
طب الرقم اللي تحت دوت انا كاتبه كده رقم يعني مجرد ارقام مكتوبه يعني، ده بس الرقم دوت النتيجه ديت بتاعت المكعب لما انا عملت عليه تحميل. يعني احنا لما نتذكر جبنا ان شاء الله ممكن يكون الجزء دوت ما ظهرش هيبان في الجزء الثاني، احنا بنجيب المكعب ونحمل عليه على المكنه، بعد ما بنتحكم في المكعب بنضرب عليه بالجهاز بتاعنا جهاز الشميت هامر وناخد القرايات عامله ايه، وفي نفس الوقت بعد ما بخلص القرايات بتاعتي على سطح المكعب بالشميت هامر زي ما قلت ببتدي اكمل التحميل على المكنه واشوف المكعب عمل كام. هو الارقام اللي تحت ديت اللي قدام حضراتكم ديت اللي انا اللي هي طلعت من نتيجه المكعب، حتى مكتوب عليها كيوب سترينث بالميجا باسكال، جاب حضرتك زي ما انت شغال ميجا باسكال او كيلو جرام ايا كان المطلوب عندك سواء بالكيلو او بالميجا. انا بحكم اني شغال بالميجا تبقى بالميجا، لو انت عايز تشتغل بالكيلو جرام طبعا انت عارف حضرتك هتضرب الرقم دوت في 10 و2 او شوف الكود اللي عندك بيقول الرقم كام صح، او ممكن ترجع للفيديو اللي احنا عملناه قبل كده تقدر تحول منه. طيب بعد ما عمل الارقام دي كلها وجاب المتوسط بتاع الافريج دوت واداله في الاخر مثلا وليكن سي مثلا 50 او اداله 45 او 40 ايا كان، الرقم ده هو ده الحقيقي؟ لا، الفورمه ديت في معاها جزء ثاني هوريه لكم اهوت، اهي الفورمه اللي بقول عليها برضو الفورمه النشطه تكمله زي نظام السيب او التدرج. في عندك هنا اهوت كلمه الشميت هامر مكتوبه تحت ايه في على الخط الافقي ومكتوب على الخط الرأسي اللي هو كومبريسيف ستريس بالميجا باسكال. حضرتك انت لما جبت رقم على جهاز الشميت هامر وليكن جاب زي ما قلنا 40 او 50 ايا كان، فتيجي مثلا تطلع على الرقم الرأسي مع حضرتك هتطلع عليه الخط الافقي تطلع عليه بخط رأسي وتشوفه موازي كام للكيرف اللي طالع عندك، في الاخر تقول ان الضربه ديت اللي هي عامله وليكن 45، لا دي حقيقي 39 ميجا باسكال او 390 كيلو زي ما حضرتك شغال، وفي ساعه تقول النتيجه محقق المطلوب ولا مش محقق. دي فورمه ديت ممكن برضو لو اي حد من زمايلنا محتاجها انا تحت امر ومفيش مشكله، لكن انا بحاول احط الحاجات دي تحت الفيديو في الديسكريبشن، للاسف انا ما عنديش فكره، ويا ريت حضرتك واي حد يقول لنا. بعد ما شفنا الفورمه اللي قلت لحضرتك عليها انا حاولت ارسمها طبعا قبل واحنا شغالين في الفيديو مع بعض، بس قلت اجيب الفورمه النشطه اللي ممكن تساعدنا كلنا ان شاء الله. ديت المواصفة اللي انا اشتغلنا منها او الظروف كانت مساعداني ان انا اتعامل معاها، ديت الكود البريطاني اللي هو 1881 جزء 202، يعني بارتيشن او الجزء رقم 202. ممكن برضه ترجع للجزء برضه 201 برضه بيتكلم على نفس الموضوع، بس هنا بتقلي اوضح. وطبعا كل المواصفات اتكلمت عليه، كل المواصفات اتكلمت على الاختبار دوت، لكن انا بختار مواصفة اكون انا اشتغلت بيها بحيث اقدر اتكلم من خلالها. فهنا عنوان المواصفه هي بيقول لك تيستينج كونكريت، اذا الاختبار المواصفه دي بتتكلم على الخرسانه. ريكومنديشن اللي هو يعني تقريبا كده معناها اللي هي التوصيات او الشيء اللازم انك تعمله. فور سيرفيس هاردن تيستينج باي ريبوند هامر، بيتكلم على التوصيات او الحاجات اللي انت لازم تعملها وانت بتعمل الاختبار بتاع اللي احنا بنتكلم من خلاله. في نفس المواصفه هنا بيتكلم الاباراتس اللي هو بيوصف الجهاز اللي احنا عرضناه على حضراتكم واحنا بنعمل في المقدمه في بدايه الفيديو في الجزء اللي احنا شغالين فيه دوت، واعتقد اللي مكتوب دوت هو نفس اللي احنا عرضناه، بس انت برضو ممكن تقرا الاباراتس لان ممكن يكون في حاجات احنا ما قلناهاش وممكن تكملها من المواصفه. وفي الصفحه السابعه بيتكلم على الميثود اوف تيستينج، يعني اللي هو بيقول انت ازاي هتعمل الاختبار من بدايته لنهايته. برضو حضراتكم اتمنى انكم تقروها بتمعن كده وان شاء الله هتلاقوا حاجات ممكن اكتر من اللي احنا قلناها بكتير. في الصفحه الثامنه في اللي هي الفقره رقم 7 دي مهمه جدا، محل اعتبار جامد قوي، بيقول يعني على بيتكلم فيها على اساس انك انت النتيجه اللي انت هتجيبها في الموقع تحت وانت بتستعمل الشميت هامر دوت او الجهاز نفسه دوت ازاي هتجيب النتيجه الفعليه. وانا اعتقد ان لمحت ديت قبل ما اعرض المواصفه لما فتحنا مع بعض ورقه الاكسل وفيها الفورمه انك انت تجيب متوسط وتوقع على الكيرف بتاعك. هنا بعض المعلومات او بعض الداتا اللي انت هتسجلها في الريبورت بتاعك بعد ما تخلص، يعني الريبورت بتاعك هيبدا من اول ما تيجي تطلع من مكانك عشان تعمل الاختبار لغايه ما ترجع تاني. في شويه حاجات لازم تكتبها وانا دلوقتي هتكلم عنها دلوقتي على قد ما قدرت اترجم المواصفه على قد ما امكانياتي. كمان قبل ما اقول الحاجات اللي لازم اكتبها ديت، كمان في ناس بتقول ايه يعني شميت هامر ده
واستعمل ليه وازاي وكلام من ده. هو فكرته كلها فكره بسيطه يا جماعه، بتعتمد على ان حتى هما بيسموه بيقولوا في ناس ما بتقولش عليه رقمية، هما في ناس بتقول عليه رقم الارتداد، رقم الارتداد يعني الرقم اللي رد. فهي بيقول ان هي يعني عباره عن قوه مرنه بتعتمد على ايه؟ على قوه السطح اللي تم فيه الصدمه، على قوه المكان ان انت بتضرب فيه. فكل ما المقاومه كانت عاليه جدا فبيديني رقم ارتداد عالي دوت اللي بيقول عليه اللي هو الاستريس بتاعها. طيب ايه هي المميزات بتاعه الجهاز دوت؟ برضو انا بحاول الم على قد ما اقدر بحيث ما اديكش فرصه انك انت تفكر تقرا ورقه. المميزات بتاعته ان هو اول حاجه ما بيسببش تلف الخرسانه، حتى بيقولوا عليه الاختبار غير متلف الخرسانه، ان هو ما بيكونش محتاج اي تدابير او احتياطات متعقده قوي وصعبه وكلام ده، وكمان هو رخيص الثمن كمان. اي معمل غالبا هتلاقي فيه الجهاز دوت واثنين وثلاثة واربعة. ان هو ان انت ممكن تستعمل الجهاز دوت اكتر من مره كمان، ويعني يبقى على الراي اللي قال جهاز يعني بيستحمل الشغل كتير، وان هو سهل انك انت تعايره في اي وقت، اي وقت ممكن تعاير الجهاز ده مفيش اي مشكله خالص. كمان صغر الحجم بتاعه سهل انك انت تتعامل معاه وتتنقل وتطلع على سلم وتطلع على سقاله وتعمل شغلك عادي، مفيش اي صعوبه، مش مكان على تثبيت وحاجات من دي. ان هو زي ما قلت كمان واكدت ان هو جهاز رخيص مش مكلف وبيدي نتائج تعتبر اكيده وكويسه ويؤخذ بيها. طيب الجهاز امتى هتتم المعايره بتاعته؟ الجهاز امتى هنعمل له معايره؟ انا كنت بقول مقدمه ان هو قبل ما يجي يعمل الاختبار لازم يامن على الجهاز بتاعه، زي الشخص اللي بيسافر بيامن على العربيه بتاعته من ناحيه كل حاجه ويتاكد ان العربيه جاهزه وسليمه للمشوار اللي هو هيروح او السفر اللي هو هيروحه. الجهاز برضو قبل ما يجي يروح لازم يعمل عمليه معايره له، لكن في امور لازم يعاير الجهاز فيها. بمعنى لو نفترض الجهاز دوت عمل 2000 صدمه، يعني 2000 مره محاوله، ده تعمل له معايره. كل فتره برضو الجهاز اتركن فيها ما اشتغلش برضو نعمل له معايره. عفوا، لو ان الخرسانه انا شغال بيها وكل حاجه ما فيهاش اي مشكله، لكن غيروا نوع الركام بتاعها او محتوى الاسمنت اختلف، برضو لازم اعمل له معايره. دي برضو من الامور اللي احنا ناخد بالنا منها. لو الجهاز مثلا حبينا نعمل له صيانه برضو لازم نعمل له المعايره بتاعته برضو تاني. بعد ما شفنا المواصفه وقلنا فكره عن الاختبار في مقدمه الفيديو، وجبنا ورقه الاكسل مع بعض وشفنا الفورمه اللي انت حضرتك ممكن تعملها، او الفورمه اللي معايا لو عجبت حضرتك ممكن ابعتها لك على الخاص مثلا لو انا مش عارف ارفعها على الفيديو نفسه، واتكلمنا مع بعض امتى هتتم المعايره للجهاز دوت. انا هعتبر ان ده يعتبر الجزء الاول من الاختبار، واحنا طبعا في الجزء الثاني ان شاء الله اللي هنرفعه ان شاء الله قريب على اليوتيوب لحضراتكم وعلى صفحتنا على الفيسبوك هنعمل فيه فيديو صغير كده واحنا بنعمل الاختبار نفسه، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نرسم النتيجه مع بعض. فارجو من حضراتكم ان الجزئين تربطوهم ببعض وتتابعوهم مع بعض، ولو في اي حاجه ناقصه انا اتمنى ان انا اكون عارفها وارد على حضراتكم عليها ان شاء الله. احنا كده هنكتفي بالجزء ده ان شاء الله كده هوت، وهنقول عليه الجزء الاولاني من الاختبار اللي هو مطرقه شميت هامر او الاختبار الاولاني الغير متلف، وان شاء الله نتقابل في مره تانية مع الجزء الثاني اللي احنا نعمل فيه الفيديو عملي مع زمايلنا. ودي كانت فكره بسيطه عن الاختبار في الجزء الاول، واتمنى ان اكون وفقت واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم أخوكم عبد الناصر أحمد بربري لعمل شروحات الخاصة مع الطلبة، وأتمنى أن أكون وفقت، وأرجو منكم تعليقكم، ولا تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.